يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم فز وط البيز يا ولد وعليني البيت سمعني صوت عيال وسقفه وحبه زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما ذكرت على بمكير اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفل ان الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير Objection. Objection. Loves the cake and I'll be then your umda please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسيه نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحه بعد الشوكولاته ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش يا ويل يا امر جنابك دقينا نبح حسي كف ويليام ولس بتاع بريف هارت رايح جاي عم اتكلم
وانت عم تلعب الحنش. لا 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 يا كبير، ده انا جنبك كنت بعمل فايبريشن عشان الحرب. انا مش قلت مليون مرة نقفل موبايلاتنا واحنا بنحارب؟ ها اشرف، ها قفل موبايلك ولا لا يا اشرف؟ قفله يا كبير. ها مش كيفك، كيف جلوس الطين؟ انا لو قعدت اهزك فيك للصبح ما حنحاربش ولا نتنين على حنينة. يلا رجالة اجهزوا جهزوا. ياسين ياسين يا كبير. يعني ما ناويش تلايمها يا حمدان؟ لا ما ناويش. إذن فهي الحرب هجوم. يوم تاريخي هزمنا فيه المطاريد وضربناهم بقبضة من حديد. خلاص فرفشوا، ما عدتوش تدفعوا الأتاوة تاني لحمدان ورجالته، لأنكم من النهاردة في حمى الكبير. الكبير 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 الكبير. الأتاوة دي هتبقوا تدفعوها لي يعني، بس بزيادة طفيفة قد كده 50%. كيف يا كبير؟ طب احنا كلنا بندفع 50 جنيه للبطاريه، وكلامك معناه تقول لي اللي هندفع 75 جنيه. انا ما قصديش يا كبير، خلاص مش هتكلم تاني. المهم هتروح من ربنا فين؟ عقلك في راسك هتعرف خلاصك، هتسمع الكلام هحطك في حباب عيني، هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفارقنا دلوقك. يا فزاع امري جنابك.
مرتي جنابك. الغنايم كلها راحت على المخزن، والأسرة بياخدوا الطريحة برا، ما بقيش منهم غير العيلة الصغيرة دي. حنودوها فين يا كبير؟ يا الجاموسة اللي كانت عشر مش ولدت؟ ايوه يا كبير. حطوا العيلة دي تحت منيها ترضع، يلا ربنا يتولاها. أمر جنابك. ايه احنا سوين لعم تنوح كيف البوم دي؟ يكون ثانوية أمي النهاردة؟ الله يرحمها ويحسن إليها. إنما احنا فين وثانوية الحجة فين؟ ايه يا ولية؟ امشي وروح. اهدي فيه. طب يلا يا بقرة تويه. I don't think that's gonna happen, King. He's built up. الجويستيك. الجويستيك يا هدية. ليه؟ وانا عملت ايه طيب؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تمديش يدك على البلاي ستيشن؟ من ساعة ما قفشتك وانت بتلعب بمصارعة حرة؟ ومالها المصارعة الحرة؟ مالها؟ الرجالة فيها كيف التيران طول بعرض وما سترينش نفسيهم الا باندرات بفتة. طب ما انت بتلعب بيهم. لا أنا بلعب بالأنترتيكر، ده راجل محترم وما يقلعش خلقات تواصل. بعدين أنت مالك، أنت مالك جيمز يا حرمة. يا سلام، بأمارة السوبر ماريو؟ مش أنا اللي معديه لك الوحش بتاع الليفل اللي فات؟ أبو زعنوفة؟ لا، أبو أربع دراعات. قعد افتت وتنيل على عينك. أنا قولي لي صح، إيه احنا سوين اللي عم تنوح كيف البوم ده؟ واه، نسيت أقول لك يا كبير، الدكتور لسه ماشي من عند ابوك دلوق وبيقول ان حالته صعبه قوي وعلق له محلول، وابوك كل اللي على لسانه الكبير فين الكبير فين الكبير فين. وكل ده وساكته يا بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. قرف في قرفك، تبكي ليه يا رجل انت؟ الكبير قوي ماله؟ بيطلع في الروح. تقول في وشك ده ملف السعد غور من وشي. هو عاكد حسبا علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوي 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 فيه يا ولدي؟ هتفوتني بعد الشر عليك يا ابوي. الحقني يا ولدي الحقني، روحي بتنسلت مني. ما تقولش كده، في سر كاتم على صدري كيف الحجر الكبير ولازم ازيحه. زيحه يا ابوي. الحجر ده كبير قوي كيف حجرة الاهرامات. زيحه يا ابوي، انا معاك. مش حتقدر يا ولدي، ده تقيل قوي. خلص يا ابوي وزيحه. ابوي 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 ولدي خلعتني يا ابوي، قد ايه حموت قبليك. اسمع الحكايه دي زين يا ولدي، وانا شب قدك قد ايه كنت شقي حبتين وكنت خاربها لدرجة اني كنت بندل مصر كل جمعة عشان اقضي الويك اند هناك.
You have to know one thing. إحنا جوازنا لا يمكن يدوم أكتر من 9 شهور. أنا بحسب وبعمل اختبارات على جميع أنواع الجينات لدرجة إن أنا عندي بيبيز في جميع أنحاء العالم. بس أنا هموت هموت وأجرب الطفل السعيد الأمريكاني. إحنا ممكن نعمل عملية ميرج. أنا لسه حالك كنت هفتحك في الموضوع ده. أنا هموت وأعمل عملية ميرج. وساعتها هنوصل للسوبر بيبي اللي ما حصلش قبل كده. بس بقولك إيه؟ أنا هاخد البيبي ده معايا وأنا مسافرة. ديل؟ ديل يا بيبي. يلا بالحق وأنت اسمك إيه؟ سامانتا. سامانتا فوكس. وأنا الكبير. الكبير قوي. كنت انا النتيجة يا ابوي. يا ولدي سيبنا كمل يا ولدي هموت منيك. كمل يا ابوي. الحقيقة يا ولدي ان الولية الامريكانية دي تبقى امك صح. وامك دي خلفت من طوب الارض. وما كانش ناقصها للواد الامريكاني الصعيدي دي. وانا وبلا فخر اللي عملتك دي. ارتحت يا ابوي. شلت الحجر من على صدرك. وحطيت على صدري أنا أمي خلفت من طوب الأرض وأنا اللي كنت فاكر إن الطاهرة دي محدش شافها ولا حتى أنا يطلع العالم كله شافها. يا ولدي دي مش أمك. دي مخدة وأنا ملبسها أسود. أمك الحقيقية باه يا وقع مربرة باه. اسمعني عادي يا ولدي الحكاية لساتها ما خلصتش. الحجر الحجر حيموتني يا ولدي. محروق الحجر. عندنا كلها كده. اول يوم المأذون تاني يوم الدايق. وبعدين يا بيبي انا عارف انك مستعجل وعايزه تعودي بلدكم بسرعه. وجيت انا للدنيا ويا ريتني ما جيت. لا ما جيتش لحالك. كيف جيت؟ اتنين في بطن واحده. يعني ايه اتنين؟ يعني التوينز يا ولدي. Twins in 2 days. لا يا عمد احنا ما اتفقناش على كده. I need only one baby. خلاص خد انت الواد الاسمر ده وانا اخد الواد العكر ده يمشي معايا في البلد. ياخد ياخد علي وش انا باته. بس keep in touch يا بيبي. شفت اخترتك كيف يا ولدي وسبت اخوك لما تاخده وتسافر. محروق اخوي على امه الامريكانيه على كل الكليله. ما كانش لازم تحكي لي الحكايه دي. واصل يا ابوي. كان لازم احكي لك عشان اكمل واقول لك على اخر حاجه. انا خلاص يا ولدي بموت وعشان ارضي ضميري قدام ربنا شديت لاخوك في امريكا SMS وبعت له رساله على الفيسبوك عشان ياجي وياخذ نصيبه بشرع الله وحقه في كل شيء. حقه؟ الواد ده ملهوش حق هنا. ولو عدت بالمزاريط حقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مرن يا مرن اهرب الدويمات اهرب الدويمات. يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في